إذا شوية معاكم حلقة جديدة مع أحمد يوتيوبر جيمنج. أنا النهاردة مش هنلعب، جاي أقول لكم حاجة أنا إزاي بدأت باليوتيوب. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعرفوا القصة، أنا ليه كنت عاوز أخش اليوتيوب. عاوزين نوصل الفيديو ده لأربعة لايك، وعاوزين بقى إن شاء الله نوصل لعشرة مشتركين عشان هنعمل حفلة في ماينكرافت. ف انا لما جيت كنت عاوز اخش على اليوتيوب، ما كنتش فكره اليوتيوب والقناه والحاجات دي ما كانتش حلوه، ما قصدي ما كنتش انا يعني عاوزها. ف كنت بتفرج بقى على قنوات جيمينج وحاجات، فبعد شويه لقيت واحد صاحبي عامل قناة، تمام؟ فهو قال لي لو عملت قناة على اليوتيوب مش مهم، حتى هتفرح الناس وهتخليهم يشوفوا انت بتعمل ايه ويعملوا زيك. فأول لما قال لي كده استأذنت طبعا بابايا، تمام؟ فلما استأذنته قال لي ماشي يا اصل ما ينفعش حد يعمل حاجة غير لما يستأذن بابا. وبعد كده فتحت القناة، مكنتش بصور عليها فيديوهات كتير، كنت بوقفها عشان بالسبب اللي انا كنت ستة مشترك ومش بتغير. فبعد كده دايت زي ما انتوا شايفين 9 مشترك، وبرضه ما استسلمتش، بقيت انزل فيديوهات. ودي الحكاية بعد لما انا بقى، وزي ما انتوا شايفين دلوقتي لسه 9 مشترك، وان شاء الله هنوصل لي 10 مشترك في اقرب وقت. وبصوا لو انت عاوز تعمل قناة يبقى عارف انت هتعمل ايه قبل ما تفتح القناة. وكل سنة وانتم طيبين على عيد الأضحى. كل واحد يكتب لي في التعليقات انت هتتبع خروف ولا عجل. وطبعا دي كانت قصتي انا ليه فتحت قناة على اليوتيوب. وفي انا لما اصلا صاحبي فتح قناة ما كنتش بحب قناتي قوي، وما كنتش مهتم بيها يعني، ما كنتش بحب اصور. لكن طبعا انتوا عارفين احمد فاير جيمر اللي هو كنا بنصور مع بعض، وان شاء الله ممكن نصور فيديو النهارده او بكره، مش عارف هينزل امتى يعني، بس احنا عموما هنصور النهارده، يا اما هينزل النهارده يا اما هينزل بكره، تمام؟ يا جدعان قبل ما ننهي الفيديو عاوز اقول لكم، بس تقولوا لي حل ليه احنا مش بنعرف نضرب. يعني مثلا احمد فاير جيمر انا مش بعرف اضربه في ماينكرافت، ايه السبب؟ المفروض نشتري حاجه، المفروض نعمل حاجه. لولي طبعا هنقف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى باللايك. عاوزين نوصل فيديو ده 4 لايك، وعاوزين زي ما انا بقول لكم نوصل ل10 مشترك. ويلا سلام.